امه لنول محمد صلى الله عليه وسلم الحمد جتوري لله غودني الله الذي نعون خلق الخلق تغد تغوري لعبادته غاري ومبو ورزقهم او ارزقني بمن خزائنه امان غزيج ماكو وجعل اول بني ادم بي ادم في الدنيا ادنى حتى جربها وجرب افعالهم كل مبي واقوالهم ان كنت مبي وبلغ ويتنا الوعد فدوري والوعيد سفوري وان قد اوتج ارزاقهم ارزقاج مبي فياخذ نغ ملك الموت ملائكه ما ارواحهم في التالي مبي ويرتحلون بكرن في الدنيا ادنى الى قبورهم فاد قبل مبي ويكونوا بلاطو تحت لحودهم لهديج مبي في اكفانهم كسنكيج مبي ويتركون بنغت اخوانهم مسيب مبي ياكلون ان نعم ويشربون ان جرى وقد فرق سيرني هازم اللذات تجوري دحميج بينهم حكم مبي وبين اهلهم اكوريج مبي ومرمل الزوجات كرية من تبي ورب والبنات ببريو ومهدم الديار كير يربنت جليج والقصور كبيج ومؤمر القبور كير ورتنت قبل وصارت واتن زوجاتهم سدي بمب وأموالهم كريج مب إلى غيرهم فاد تناب مب ولا يأكلون بنيامتا ولا يشربون بنجارتا أبدا ها أبدا من أموالهم جول المب شيئا هود فأكلت التراب نعم ليدي والدود الجلد إذامهم جيمب ولحومهم تبدول مب فياتيهم أرأم بملكان ملائكة جلدي منكر فايد ونكير إفايد في مسألتهم إنام دادب وإن كانوا سبلاتهم مؤمنين كب جولب ويونسانهم بن جيوتب ويبشرانهم بن بلتنب وينصرفان ببلتو أنهم قامب وإن كانوا سبلاتهم منافقين كب نافقين فيؤذبانهم بلبتب ويؤقبانهم بتبتبين أمب كدلبتب ويوم القيامة ينغو درنغ يحشرون بموب مع البهائم وندب انيم راج والوحوش يكون وينظرون بندار الى اوراتهم فاد اوراج مب وتشهد ان سيدو عليهم مب السنتهم دم مب وايديهم جود مب وارجلهم كويد مب بما كانوا كبلاتنو يعملون ابنغول من الدنيا ادون الله اكبر كبيرا الله اكبر الله كمور كبيرا جمنغ والحمد جتور لله غودني الله كثيرا كهي وسبحان الله سنادي ودني الله بكره سبكاجي واصيلا اكيكداجي ايها الناس ايهمون يبي وسيكم بد وسيون يا عباد الله ايهمون جياب الله وبنفسي احوري ام بتقوى الله كل الله العظيم مولود واحضركم بدرنتنون الدنيا ادن الغرور قمتو فانها ادن دارونك قال لمن لا دار له وان بقال لي على نادم ومالونك جودي من لا مال له وان بجودي على نادم أبغربتهم تينا من كان نبين قبلكم أدنوا بيون فإن لم توقنوا سؤون جاناناك بذلك نادم أين آباؤكم هلوا برابمون الأولون أربنين وإخوانكم إمسلمون الذين بين ذاهبون بنجهي ولم يرجعوا بنقرستا إلى يوم القيامة وذلك هنا يوم القيامة يوم كنيلوم شديد شتد ويوم الحسرة نيلوم برت ويوم الندامة نيلوم نمس ويوم المناقشة نيلوم بتترال ويوم الحساب نيلوم حسبور ويوم كنيلوم تظهر إن فات كل مربعة كالمؤمن النور مؤمن النور أما أردأت مؤمن النور وتدعو إن ولنا كل ذات حمل كالجمر يد حملها دون وترى الناس جايين سكاري بمندل وما هم تواناني كم بسكاري كو بمندل ولكنك واني عذاب الله لبت الله شديد شك واذكروا تفتره يوم يندر المرء يندي نردانك ما قدمت كأرض يداه جود مكو ويقول وي الكافر كافر يا ليتني هانين من كنت ترابا لا تيم ليدي ويوم يفر المرء يندي دوغ نردانك من أخيه مسيد مك وأمه أيمك وأبيه أبامك وصاحبته تدير مك وبنيه أبيب مك
لكل امرئ إن كان نرد منهم إمبي يومئذ ينهن شأن في يغنيهم بأن ينب فاذكروا تفتره يوم يؤلق ينهن يوى الميزان بيسير قال فتوزان إن بيسي أعمال الإباد أقول لجياب فمن سقلت أون بجيتي موازينه بيسير قال مودم فأولئك نبينهم المفلحون والملاب ومن خفت أون بهوي موازينه بيسير قال مودم فأولئك نبينهم الخاسرون والفرسون واذكروا تفتره يوم ينسب ينهن درنا السراد سراد على متن جهنم يجمكر جهنم وهو نسراد الرقب السود من السعر الليبل وأحد بري بري وأحد بري ولد من السيف السلامة وأحمى بري ولد من الجمر المر ودرب بري فالواد من الحياة يتوي الكل مسيرته يا دمود ثلاثة ألف عام قدوب أبناج تتي وصعوده نبو قلم ألف عام قدوب أجنر وإستواءه فتح قلم قدوب أجنر ألف عام قدوب أجنر وحبوده جيب قلم ألف عام قدوب أجنر يجوزه العباد قنر قل جياب على قدر أعمالهم فرد قل لي مبي ومنهم ناي مبي كدر في العين نما جان ديتر توبيني ومنهم ناي مبي كبرق الخادف نما مجر دلنور توبيني ومنهم ناي مبي كريح العاصف هند بيبور توبيني ومنهم ناي مبي كأجاويد الخيد كتي جاج باود توبيني ومنهم ناي مبي الماسي يحوب ومنهم ناي مبي الحاب أفوب ويجوزه المؤمنين إن بنر والجلب مع نبيهم وندر النبي مبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم بجمع كيس ونمودم سفيهم ونتفن انتورد والقرآن قرآن دليلهم ودليل مبي وحور العين أور لينين زوجاتهم ونسدي بمبي وزوجة الأخضر كان يبيتين قصورهم ونكباج مبي وسندس الأخضر كان يبيتين لباسهم ونبورنان تاج مبي والدر والياقوت كان يبيتين حليهم ونشلاج مبي واللؤلؤ والمرجان كان يبيتين سريرهم ونبرتان تاج مبي والبلدان سكاب يدورون إنجيلو بينهم حق مبي يرون ربهم إنجي جوميبي لا سماء ولا أسمان فوقهم دول مبي ولا أرض ولا ليل تحتهم الأسمب ولا شمس ولا نانج ولا قمر ولا لور ولا برد ولا بوبل ولا ريح ولا هند يدرهم كأين الأرلب فدوبا بلا الودني ثم دوبا رفت بلا الودني لأهل الجنة يمبع الجنة ثم دوبا رفت بلا الودني لهم ونندب أبدا ها أبدا وهم هنا كم الذين ونبان يقيمون الصلاة من وبجولد ويؤتون الزكاة من رك أسكال ويحافظون بين فروجهم فرجي جمب وسابرون بين على ما أصابهم كالكهبب وأهل السقاء ستبيكين بملكسو في جهنم كوي جهنم مخلدون بالنيبة خاسرون برتب نادمون نمسب مقللون لنك جناب مقرنون سندراب مذللون جاسناب فويل ويل ودني لهم ونندب ثم ويل رفت ويل ودني لهم ونندب وقد تفرق سيرني وقد قدأت تجي أجسامهم بل مب واسودت بجنام وجوههم جيس مب وارزاقت حرك جنام أعينهم جت مب والسديد برد تخرج إن يلت من أدبارهم إتقل مب وويل ويل ودني لأهل النار بجيول ثم ويل رفت ويل ودني لأهل النار بجيول ويسربون بنجرة من النار كوي جنغول ويأكلون بنيام من النار كوي جنغول ويسكنون بكودات من النار كوي جنغول تلفح إن الدفتو إن الدفتو وجوههم جيس مبع النار جنغول وهم هنا كم فيها جنغول يكالحون بمبين كوي ناوار قال الله في الله تبارك وتعالى تبارك بوني وتعالى توي لهم ونندب ألم تكن دلالاتك آياتي آيات أم تتلى إن جنج عليكم إمورا فكنتم لا تدون بها آيات لا تكذبون أولون فرنا قالوا بمبي ربنا جوم أمن غلبت توجالما علينا أمن سقوتنا ملكس أمن وكنا من لاتي قوما يمبي الضالين مجبي
ربنا جو ممن أخرجنا يا يلتن من منها إجين قوله فإن أدنا سمن قتيم فإننا من الظالمون قولي توني قال وي تبارك موني وتعالى توي لهم ونندبي بلسان مالك إدم قال مالك بعد قدر الدنيا فدي أدون مرتين لا بدي إخسأ ومتع فيها إجين قوله ولا تكلموني وتكال نريكم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر الله كمود كبيرا جمّن والحمد جتود لله ودني الله كثيرا كهي وسبحان الله سناد ودني الله بكرة سبكاج وأسيلا إككداج أيها الناس إيه من يمبي مهلا جم غدا جنغ يوم القيامة نيانغو دارنغ تحسرون أورون موبي حسران موبغل وتاتون أورون دارو من أقديري وتاتون أورون غر من أقديري أجوك لي الأرض ليد زحفان تنتي وتوافقون أورون دارو بين يدي الله إياس الله فردان غوتو وتردون أورون جول عذاب الله إلبت الله وردان جول وكل ذلك ندوم اذا دكت الارض سنخ نعم ليد دكان نخنغل وجاء اري ربك جومي والملك ملائكه صفان بر سبيج اذن الله يودن ان الله واياكم امودن من العذاب الاليم لبت موسى يغفر الله يافو ان الله يغفر الله لنا يافو ان الله ولكم امودن اجمعين دندانغال الهيكم سخلني أن التكاثر بسكر أن القبور دا قبل وظلماتها إني بمودم الهيكم التكاثر سخلني أن بسكر أن النير دا جنجل وأذابها إلبت مودم أآذن الله يودن أن الله منها إلبت جنجل واتقوا الله كل الله واتركوا نغطه التفاخر بسكر ما ذكرت جنجاكو وأعلموا جنده أنكم أين أنون تنتقلون أدن إج من الدنيا أدن إلى قبورهم فاد إجوب لمودن أن قريبكم ملي فإن لم توقنوا سؤن جنناك بذلك ندوم أين آباؤنا حلوى براب من وأمهاتنا يمراب من أين الملوك هلام بو ووزراؤهم إجاغر في بمب والإخوان إمسب والأحباء إيدب أين الأنبياء والأنباب والأولياء والأولياب والصالحون المجدب وكانوا بلا تنوم في الدنيا أدن في الدنيا أدن وأجسامهم بل ما برفات دب فما بعد الدنيا ونان تشغل أدن إلا من دار الجنة سونا قال الجنة أو النار والقل جنغل يا عباد الله إهي من جياب الكونو لا تدي في الدنيا أدن أدعى فانك أن حب واتخذون جغتل مساجدكم جماج من بيوتاً كتودي فما كان الآرية فما كان وناني الآرية لول إلا مردوداً سبنا روتيا يا أيها الناس إهي من جنبي يعلمون غندي رحمكم الله يؤمن الله وإياكم الدنيا موقني أن أدن فإن الدنيا أين أدن زوال كوكب النت وزوال ما فيها كالكون أدن كوكب النت وإياكم الدنيا موقني أن أدن فإن الدنيا أين أدن كذاب كوكب فنت وكذاب ما فيها كالكون أدن كوكب فنت وإياكم الدنيا موقني أن أدن فإن الدنيا أين أدن فنون كوكرابطة وفنون ما فيها كالكون أدن كوكرابطة وإياكم الدنيا موقني أن أدن فإن الدنيا أين أدن غرور كوكهومتة وغرور ما فيها كالكون أدن كوكهومتة وإن لم توقنوا سؤن جنناك بذلك ندوم أين سليمان بن داود هل سليمان بن داود عليهما السلام بجمع كسوة نمود قد ملك الدنيا وجينا أدن وما فيها كالكون أدن وما تأمي رحمه الله يرم بالله فإن لم توقنوا سؤن جنناك بذلك ندوم أين ذي القرنين هل ذي القرنين
قد ملك الدنيا أونيك غورك ويتنون قد ملك الدنيا أجينا أدنى وما فيها إكالك وني أدنى وما تأمي رحمه الله رحمه الله يرمى بالله فإن لم توقنوا سأنجنناك بذلك نتوم أين بخت النصر أونك غورك كيفير ويتنون قد ملك الدنيا أجينا أدنى وما فيها إكالك وني أدنى وما تأمي لعنة الله عليه يكد الله وان أمكو فإن لم توقنوا سأنجنناك بذلك نبوم أين نمرود بنكن آن أون نكديك غورك كيفير ويتنون قد ملك الدنيا أجينا أدنى وما فيها إكالك وني أدنى وما تأمي لعنة الله عليه يكد الله وان أمكو فإن لم توقنوا سأنجنناك بذلك نبوم أين سيد الأولين هل وهو أروني والآخرين واتنديب أين أبو بكر الصديق هل أبو بكر الصديق أين عمر ابن أين عمر ابن الخطاب هل عمر ابن الخطاب أين علي أسكال مد هوري واجبة كوكو ودي على كل فرد كلا ندلو من المسلمين إجولي صغيرا فتكو سكو أو كبيرا ولك مولى ذكرا كو غورك أو أنثى ولك دب حرا كو ديمو أو أبدا ولك مجد فرض الله فرضها فرلدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون لها لاتو بهرة لابل لصيامه ونند كورك هرم ولتكون ها ونك دي أونا بلل للفقراء ونند واسب والمساكين مسكين بي وهي حنودوم ساون كو مد من القمح عمر بن غوري او السعير او السعير ولا ديمري او التمر ولا تمروجي او الارز ولا مار او الذره ولا مك او نحو ذلك ولا كنندوم مما يعتبر كتسكا بوتانغور وتجب ان ودي عليه ايتو مد هوري وامن تلزمه اون بو وديما قال اون بو وديما نفقته نفقه مودم كزوجته وين تشديد ما وابنائه ابيبما وخدمه ولا لغتودما ومن ابداها اون بو توتي ابل الصلاه كادي جولدي فهي اون زكاه كمد مقبوله جبادو ومن أداها أون بتوتي بعد الصلاة تجعل جولدي فهي نون صدقة كو صدق من الصدقات صدقيج. كتبه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الفاتحة نمت هي تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته صلوات الله عليهم إلى يوم الدين بندراب كندرن غسان بانن غولد يو الله جبانن غولد يو الله جبانن غولد إن ماكو إن إمام راتب أو إيه